السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الموريتانية، وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم سيرة ذاتية. طبعا فات خاط من البرنامج 8 حلقات، وما زالوا منه تقريبا 7 حلقات، هي 15 حلقة خلال شهر رمضان المبارك. تلاحظوا لنا الآن صوروا من داخل الاستوديو. هذه الأيام طبعا أيام باردين، وكنا نصوروا في ساحة مفتوحة، فضاء مفتوح، وبعض الضيوف أحيانا ما يناسبوا هذا الجو البارد، خصوصا نصوروا في وقت من الليل. وفي هذه الحلقة نستضيف لكم أمير الشعر، أمير الشعراء، الشاعر جاكيتي شيخ سك. أهلا وسهلا بك. بداية نختارك بداية تكلمنا عن مكان الولادة، في أي منطقة، مرحلة الطفولة، وبعد ذلك إن شاء الله تعالى تتوالى اللقطات واللحظات. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم على هذا البرنامج. شكرا. وحيي الأخوة المشاهدين. طبعا كان الولادة والتربية والطفولة كاملة كانت في نواكشوط، وخاصة في مقاطعة تيارت. طبعا الولادة أساسا كانت في الكسر، بداية الكسر، وغير ربيت في مقاطعة تيارت، وقريت فيها المراحل الدراسية كاملة قبل الجامعية. طبعا مدارس قطعة تيارت، مدرسة السعادة، ومدرسة الشيخ محمد المامي، مدرسة ابن رشد اللي في دار البركة. جميل. وطبعا ثانوي تيارت. هذه مرحلة مهمة جدا. ما أنك تحدث عن المدرسة، أنت في لحظة مفصلية في حياتك الدراسية، يعني كنت لا تنصاع من المدرسة بشكل نهائي لأسباب ولأخرى. تحدثنا عن هذا المشهد والموقف اللي تعرضت له في تاريخك الدراسي. طبعا هذا كان في السنه الاولى ابتدائيه، كيف تعرف ان الاطفال دائما تعد عندهم ظروف وطبائع مختلفه، تعد فيهم يعني حالات شخصيه للاطفال، وانا كنت من الاطفال اللي يعني ما قدرت نجح في الابتدائيه، في السنه الاولى ابتدائيه مرتين. وكان فيهم قانون ديك الساعه ان حد ما نجح في بدايه مرتين ان يتم طرده. اخي السنه الاولى الناس هذات نعم نعم، هو تم مراجعته بعد ذاك. وكان طبعا معروف ان الطفل مازال صغير، تعود عنده يعني ياسر من الحالات، تعود فم يعني شخصيه الطفل الصغير يكون خجول. كيف تعرف ان الامتحانات في الابتدائيه في السنه الاولى خاصه ما امتحانات كتابيه، امتحانات حفظ، وبعض الاطفال حتى ينطرح لي سؤال ولا يجاوب، يعود يعرف غير ما يجاوب كاع. انا مارست التدريس ومريت هذه المرحله. نعم. واعتقد ربما بعد ذاك رجعت الدراسه. نعم كانت كانت الوالده رفضت اني نوفى من الدراسه، وانا طبعا كنت فزت من الدراسه، ما نعود قريت، ما نعود نحضر الدكتوراه في المغرب. توفيق ان شاء الله. نتمنى واصل. طبعا الوالده كانت مصره اني واصل، وتم تحويلي حينها لمدرسه اخرى، هي مدرسه رقم 4. الاولى كانت مدرسه السعاده، كانت اول دفعه مدرسه السعاده انا كنت فيها، وعاقبها كانت مدرسه رقم 4 وواصلت فيها. طيب نقيس محطات اخرى ولحظات كانت مفصليه في مسيرتك، لكن نسالك عن، انا بحثت عن بعض المواضيع اللي تتعلق بكم انتم شخصيا. ثم هذه مرحله الدراسه اللي خضتوا عليها في الطفوله ربما انها اثرت عليكم مستقبلا، حسب بعض المعلومات، لان الاطفال هم دائما يشغلوا المراكز الاولى في المدرسه. انت ما تبغى تتحدث عن هذا الموضوع دائما، ولكن حسب بعض هو صحيح. صحيح ان الاطفال دائما يجوا المراكز الاولى. طبعا طبعا طبعا. هذا نتيجه ليش؟ طبعا صحيح. قد نتخطى الموضوع. خطا الموضوع. جميل، هي حقيقه والله. طبعا طبعا هذا نتيجه اني انا اللي مركز على دراستهم ومتابعهم، متابع دراستهم بشكل شخصي. يعني من السنه الاولى الحمد لله هم يصدروا. يعني تاكل على يعني المدرسه فحسب. وهي مشكله كبيره عندنا في التعليم هون. دائما يكون اللوم ملقى على المعلم، والمعلم يعود عنده ياسر من التلاميذ، ولا يقدر يركز عليه كل تلميذ وحده، ما يقدر نهائيا، ما فهم اي معلم، يعني خاصه عندنا اكتظاظ كبير خاصه في العاصمه نواكشوط. لذلك لابد من تكون في مواكبه من اباء التلاميذ، متابعه بشكل تقريبا بشكل يومي، يعني ما بشكل يومي على الاقل اسبوع، مرات اسبوع، تابع في اللي يقراوا الاولاد، ويعني وتاطيرهم، محاوله حتى ان بعض الاحيان احد الاطفال والده كان قرايه يسوله، كان يقول انت من قري،
كان شاكن لوكاري قراي في الله. جميل جميل. فقير طبعا. ومن اللحظات ايضا اللي كانت مفصليه هي مهمه عندنا به، هي محطات مهمه. جاكت الشيخ سك اكثر معرفه مع الجمهور واكثر ايضا اتصاله بالجمهور كان بعد مرحله امير الشعراء، هي المرحله اللي نلت فيها شهره في ذيك الفتره، خصوصا مشاركتك مع ذاك الجيل اللي يعتبره جيل ذهبي مع محمد الطالب وابو شجة. صحيح. لا انا كنت في النسخه اللي عقبهم، النسخه اللي عقبهم مباشره الثانيه 2008 مع سيد محمد البومبا. سيد محمد البومبا صح، هو سيد محمد البومبا حينما نارس محمد البومبا اماره الشعراء وسيد البومبا وغيرهم، ومع ايضا نخبه اخرى من الشعراء العرب. صحيح صحيح. هذه اللحظه المفصليه هل غيرت من حياه جاكت الشيخ سك من حال الى حال اخر؟ طبعا ما هو بشكل كبير، انا يعني انا كنت في الساحه الشعريه الموريتانيه، انا بديت في كتابه الشعر تقريبا سنه 98 حين كنت في سنوات المراهقه، وواصلت في الساحه، كنت نشارك في مهرجانات الاتحاد الادباء والكتاب الموريتانيين، وطبعا كنت من الشعراء اللي تنتظر قصائد دائما في المهرجان، لاني كنت كل مهرجان نحضر له قصيده تقريبا مده سنة، نختفى عن الساحة تقريبا ونجي بنص، وكانت نصوص من النصوص دائما اللي تنتظر، بعضها يعني يحفظوه حتى بعض شعراء شباب النجبة المبارك حافظين نصوصي، كانوا يحفظوهم في ذيك الفترة وكانوا يتابعوهم، لذلك أنا كنت في الساحة وكان معي مجموعة من الزملاء، طبعا زملائي اللي كان معي في منتدى قصيد، وإذا كان عنده أثر. ولكن ازدادت الشعبية بعد إمارة. نعم أكيد الشعب. أكيد أكيد أكيد، أمير شعراء يعني كان فرصة للظهور. من بعض المواقف تتعلق بالجمهور والناس المتابعين، طبعا جاكي تشي أراء الشارع طبعا دائما متباينة حول أي شخص يتابعونه بشكل عام، أنتم ما عندكم مواقف دائما تخرج لكم في الشارع، من بين هذه المواقف هي أنكم حسب بعض المعلومات اللي عندي انكم قد دخلتوا ستوران، رايت احد المتابعين لكم ربما انه صادف لقصيده مشهوره انا سليل عروبه الى اخره، يعني هذه القصيده اثرت فيه بشكل كبير وحتى انه وقف لك وحييك، حدثنا عن هذا الموقف بعد ذلك ان شاء الله نستمتع القصيده. طبعا هذه القصيده يعني حتى نقول لك قصه قاع هذه القصيده شوي مره كان هي كان يعرفها. هذه القصيده انا تابعت النسخه الاولى من برنامج من الشعراء، وحين انا كنت مدرس، انا كنت مدرس الداخل. وذيك السنة قررت اني اشارك السنة الجاية في امير الشعراء، وبدأت نكتب النصوص اللي نشارك بها. كتبت نص من الشعر التفعيلة، هو نص إسراء واللي تم إجازته من طرف لجنة التحكيم، وكتبت نص اسمه معراج، يعني كان فيه إسراء ومعراج. نص معراج، وهذه النصوص الاثنين كلهم اشتغلت عليه، حتى لأني كنت يعني اللي ما يطرح البال دائما المشاركين انك مثل اشارك مسابقة يعطيك تعرف الطريقة، هذه اللجنة كيف تواجه هذه اللجنة، لذلك اشتغلت حتى على النص، وحتى شغلت عليه ما كانت مجرد كتابة شعرية، أنا قريت فترة كتابتي له وقريت عدة كتب عن التاريخ الموريتاني، إذا قاعد نقول أول مرة لك تقريبا قريت عدة كتب عن التاريخ الموريتاني. هذا السبق في هذه المعلومة. نعم، التاريخ الموريتاني يعني تاريخ الموريتاني عبر العصور، ليس التاريخ الحديث، يعني تاريخ هذه الأرض. وطبعا هو اللي واحدين تفاجئوا سمعوا حضارة تمتد للفينيقي، سمعوا ياس بن مر، هذه حضارات مرت بهذه يعني هذا التاريخ هو اللي ادى انك تكتب القصيدة. نعم نعم، لاني يعني حاولت اني اقدم يعني موريتان صورة هذه الحضارة اللي ما هي مجرد حضارة، شاكين بعضهم انها حضارة جديدة، وكان لهم اثر في هذا، وطبعا كان لازم هذه القصيدة انها تعكس تنوع موريتان، لانك تتكلم عني وكان فيها هذا البيت فانا سليل عروبة افريقي، هذا البيت يعني البعض يعتبر يعني يقول شاعر احد الشعراء اللبنانيين اعتقد سعيد عقل، يقول ان اللحظه الشعريه لحظه قدح، انك كيف الباق تجيك ما تعرف طريقه جاتك بها. جميل. وهذه فكره هذا البيت هذا الشطر طريقه جاتني بها، انا 10 سنين اذكر كانت لحظه قدح، هو اكثر شطر وعقب عاد هو بيت القصيده في هذه القصيده، حتى الشعراء العرب اللي نلتقي دائما اكثر شيء يحفظوا هذا البيت، يقول لي هذا الشاعر. وطبعا كانت قصه هذا المطعم اني مره كان معي صديق محمد المامي اللي كان ايضا فارس في النسخه الاخيره من ساقط من الشعراء، النسخه الثانيه ومباركوا، ودخلنا نعم دخلنا في احد المطاعم، وتفاجات اثناء دخولي كان فيه احد المواطنين الموريتانيين كان قاعد ياكل، وقف جا واقف تفاجئ، قال لي انا ما كنت اتوقع اني نشوفك بالطريقه، اللي كان يقول لك حادث اللي خلقت، قال لي اثناء متابعه الحلقه، انا قال لي تم التاكن خلص نص خلص مسابقه ونستند، قال لي لقائك، لين قلت هذا البيت قال لي طرت وجيت واقف.
الله أكبر. كنت قاعد نتمرن فقال لي نخرص قصيده وطرت جيت واقف قال لي بدون اراده مني ما نعرف قال لي ليش يحرك مشاعر لاني قال لي حسيت ان هذا البيت انه يمثلني قال لي هذا البيت قال لي لحظه تمثل موريتانيا تنوعها ويعني عمقها ولذلك يعني كان ثم اثر كبير يعني قصيده كامله قصيده يا من بحضن جمالك المسحوق وطن يؤذن معلنا تطويقي وطن تلوح على مدى بصماته مني الجذور فيستثير بريقي يا من بحضنك كل ما أملته منذ جئت في فلك الحياة طريقي دفء وحس مرهف وطلاوة وطقوس حب شعشعت تشويقي وقداسة جفت خطى عمري لها فالآن ضخت بالدماء عروقي يا أعظم امرأة لجأت لظلها من بعد ما ألف النوى تمزيقي لا تتركيني ذاهلا ومعلقا في حد حبل الوقت كالمشنوق أرنو إلى وضح المتاهات التي حبست على ضوء المرور الشهيق الله. أنا لغز هذا الكون يا عرافتي فلتشرحي للعالمين بروقي فك الذي لم يستطيعوا فكه عن سائس الأبقار حاد النوق وإذا اشتهى التاريخ كشف هويتي فأنا سليل عروبة إفريقي عمر تعلق في مشارف أفقه وحضارة تمتد للفينيق أدمنت للإنسان عشقا ثائرا لأعيد دفء سلامه المسروق هذا أنا كل انكشافاتي رؤى ترتاد فوق المستحيل سموقي فرحاب أحلامي فضاء تخيلي وبراق معراج الرسول رفيقي فاستبشري حبا ولا تستهجني أن هز أركان المدى تحليقي كوني على قدر احتمالات الجوى أملا تلألأ في ظلام الضيق لا تعبسي في وجه نورسك بسمي فأنا يغيض إلى زلالك ريق. جميل جدا. الله شكرا. الله قصيدة فعلا فعلا جميلة وتحرك مشاعر. شكرا. حتى لو ما يتوق الشعر نسمع قاع هذا المقطع والبيت. شكرا. دائما يا شكرا. قد نختارك معك تم طلبون لقصيدة أخرى. أنا أتذكر الشاعر محمود درويش عنده قصيدة معروفة سجل أنا عربي. طبعا هي أيضا قصيدة كانت عن الهوية الفلسطينية. وكانت تطلب منه دائما مرحلة من المراحل. قالوا لا تطلبوا مني قصد سجان عربي ما تتلين بغيركم جميل لأنهم يحفظوه كان أنا راني يعني. سمعت طلبك وإن شاء الله في الجايات إن شاء الله تعالى في مقابلات قادمة إن شاء الله شكرا حاول. سابقا نختتموا أنتم عندكم أيضا تجربة في التقديم التلفزيوني من خلال البرنامج الذي عرض على شاشة الموريتانية وهذا البرنامج متخصص في الشعر ومن بين الضيوف اللي استضفته في البرنامج هو الشاعر المرحوم شيخ البلعمش وكانت هذه هو ايضا شارك في هذه المسابقه صحيح 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 وكان عنده فم مقطع حديثكم عن الشعر وصعوبه الشعر كان يقول بان الشعر بانه اصعب من الهندسه كيف يعني صح صح طبعا الشعر اصعب من الهندسه لان يعني نحن الشعراء يعني تنقرا في المدارس تعطي فتره يعني المهندس يعرف كيف يحل يمكن ان اشرح لك كيف حل المعادله الشاعر لا يمكن ان اشرح لك كيف كتب نص انا لا استطيع ان اشرح نعم لا استطيع ان اشرح كيف يعني كيف تاتي القصيده كيف يعني تكتب شعر بل حتى كيف تصبح شاعرا جميل يختلف عن المهندس عن كل العلوم يعني التطبيقيه انك تتعلمها كانك 1+1=2 الشعر ما تتعلمه نهائيا البعض اللي تعلموا العروض وتعلموا اللغه العربيه قال ما عادوا شعراء لذلك هذا صدق الشاعر المهندس رحمه الله يعني اذا نختم معكم بدقيقتين تقريبا او دقيقه ونصف قصيده من اختيار الشاعر جاكتي الشيخ سك ولاهي أنا سجل عروبة إفريقي تعود مدحة شكرا في مدحة رسول الله عليه الصلاة والسلام طبعا هناك قصيدة كتبتها
يعني أثناء فترة الرسوم المسيئة الأولى، أعتقد 2007 أو شيء من هذا القبيل، كانت هنالك مظاهرات مسيرات، يعني شاركت أنت ب نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا لم أشارك. لم تشارك بالقصيدة؟ لم أشارك في، كنت أتابع. لا لا لا، أنا كنت أتابع تلك الأحداث، القصائد التي تمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، كنت أتابع كل ذلك. فكتبت وأقول: مدحوك لكن هل لمدحك كانوا، بل كيف تمدح مجدك الأحزان. ها نحن بعدك أمة مسحوقة، لا نحن نحن ولا الزمان زمان. ها نحن بعدك قطعت أوصالنا، واجتاح هامة مجدنا الطوفان. فجميعنا للغاصبين مقاصد، ومواقف لنفوذهم إذعان. مدحوك واحترقت قصائدهم لظا من حبك المنساب يا قبطان. خرق السفينة سيدي وهن سرافينا، فدب الجبن والخذلان. لمن نستكين إلى متى تنكيسنا، هتكت كرامتنا نذل نهان. يا سيدي نحن الغذاء، فلا لنا فعل ولا إنساننا إنسان. نبكي دموعا لا نحرك ساكنا، وكأن كل رجالنا صبيان. نحن الذين تموت فينا روحنا، فمتى يغيث حياتنا إعلان. ومتى نثور لواقع أيامنا فيه احتباس، والجحيم مكان. مدحوك يا روح الحياة وجسمها، وحوى الذي علمتهم نسيان. يا من أنرت لنا سراديب الدجى، فسما بنا في عمرنا الإيمان. فوق المحجة ليلها كنهارها، نسهو فينذر سهونا القرآن. يا أحمد الهادي النذير المرتضى، أودى بأمة هديك الشيطان. فانهار حصن المسلمين ويمم سود الرؤى، فليسعف الرحمن. فجهادنا ملك الغلو زمامه، وسواه في درك التميع حان. لا نرتوي من بعضنا بعضا دما، وكأنما رجعت لنا الأوثان. يا خير خلق الله، إن كان الورى حولي نسوك، فإنني حسان آتي أؤجج في الحيارى دينهم. فالله أكبر والرسول أمان. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. قصيدة جميلة جدا، وهذا أمر غير مستغرب طبعا. الشاعر جاكيتي شيخ سك، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. كنت ضيف معنا في هذه الحلقة من برنامج سيرة ذاتية في حلة جديدة. شكرا جزيلا. شكرا لكم أيضا على هذا البرنامج. رمضان كريم. علينا وعليكم. بارك علينا وعليكم وعلى المشاهدين. إن شاء الله. وشكرا أيضا لفريق عمل هذه الحلقة في الإخراج الشيخ سيديا، وكذلك الصوت المصطفى محمد، والتصوير أحمد بزيد وأحمد طالب. شكرا جزيلا لفريق عمل، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة من برنامج سيرة ذاتية.